السلام عليكم شباب، اي ريكلس فيو وياكم. طبعا هذا اول كومنتير عندي، مو لايف، هذا جيم ان ثيتر. امس لاعب ماخذ 55 كيلو 18 دث. طبعا اليوم مش نتحكى عن ما ادري وايد اشياء. اول شيء بقول لكم عني، انا عمري 12 بصير 13. شو اسمه، ليش سميت اليوتيوب مالي فير اكسبلت؟ لان كنت كلان ليدر مال فير كلان F34R. فشنو، بس مليت منه وسكيته. سميت نفسي ريكلس في. وشنو الحين، بعد نسيت اقول لكم اسمي عبد الله. يعني انا مطمئن ما احب اسوي لايف كومنتري، لان كل ما اسوي لايف كومنتري يعني شوف مني كان عندي 3 بارز باليالا، لان كان هوست عربي. وبعد يعني انا كل ما ادش جيم 2 بارز، ما اقدر امسخر 2 بارز. طبعا استخدمت رشاش شوية عشان كتب الستلف. خذيته عشان اموت. بعد سووا سبسكرايب حق صاحبي ايريوز، حطه بالدسكربشن. بعد تعرفون اخوه، طبعا اخوه اكستريمز. شو اسمه، انا توني قاعد اسوي لكم مونتاج، بس يمكن اسوي اديت من اليوتيوب مو من سوني فيجاس، لان توني انزل سوني فيجاس وما اعرف استخدمه. يعني بعد ما احس انه ما في شيء قاعد تحمسني عشان اسوي فيديوز، لان ما قاعد تجيلي فيوز ولا لايكس. ف يعني حبيت لو اتمنى بس تطقون لايك وسبسكرايب، ازيد فيديوهات واسوي لايف كومنتري اذا تبون دزوا بالكومنت. اتمنى بعد اعجبكم الجيم، وشوفوا يلا مع السلامة، اشوفكم على اخر الفيديو. مو اشوفكم، ايه يلا مع السلامة. احط بس ما عندي اغاني.
السلام عليكم شباب، أتمنى عجبكم الفيديو، ويلا مع السلامة.